في واحدة من أكبر ظلامات هذا العصر، وهي طرد شعب بأكمله من بلاده وإلغاء وجوده التاريخي في أرضه لإقامة وطن أو كيان تحت ادعاء تاريخي يعود إلى 3000 سنة. نظرية إذا ثبتت وأقرت معناه أن لا استقرار إلى أي مجموعة بشرية، لأن في كل أرض مرت قبائل وسكنت قبائل في يوم من الأيام وانتقلت بعدها إلى بلاد أخرى. إذا كان لهذه القبائل أو القوميات أو الديانات أن تعود إلى هذه الأرض المدعاة أنك سكنتها قبل 3000 سنة، فما يعود في استقرار في الأرض. الشعب الفلسطيني كبقية الشعوب مستقر بمسيحيه ومسلميه ويهوديه، مسلمين ومسيح ويهود استقروا في فلسطين على مدى التاريخ وتكون بهم الشعب الفلسطيني حتى جاءت النظرية الصهيونية وفكرة العودة إلى اليهود إلى أرض فلسطين، وتضافرت معها مصالح في بريطانيا العظمى في تلك اللحظة ودول عظمى أخرى وجدت لسبب ولآخر أن هذا النوع من المشروع غير السوي، غير الإنساني، غير المنصف، غير القانوني، يتراكب مع مصلحتها. كما كانت تستعمر دول الأرض بطريقة لا علاقة للقانون ولا للإنسانية ولا للتمدن ولا للتحضر فيها بشيء، وإنما هي بحث عن المصالح إلى هذه الحكومة أو تلك. وقد يكون من وراء هذه الحكومة أو تلك أيضا رضا شعبي وطلب شعبي في أن تستثمر بريطانيا أو فرنسا أو غيرها الموارد الطبيعية لبلاد ضعيفة متخلفة في عملية سرقة تاريخية. الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش في دولة مستقرة آمنة. الآن أصبح تلم شتات الشعب الفلسطيني الذي يتجاوز بين 5 مليون إلى 10 مليون عدد الناس المهجرين، ما في إحصاء دقيق عدد الناس الذين هجروا من فلسطين على مدى 70 سنة الماضية. في دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشريف، مناصرة الشعب الفلسطيني واجب إنساني يتعدى تقسيم الديانات والأعراق، قضية عادلة واضحة. وظلامتها مستمرة، يعني أصل المشروع وعد بلفور مشروع ظالم، ولكن استمرار دعم الكيان الصهيوني هو ظلم مستمر يدفع ثمن الشعب الفلسطيني كل يوم. لأننا نعيش المحنة قد تغيب عنا بعض البديهيات. البديهية في القضية الفلسطينية لا يمكن استمرار الكيان الصهيوني في فلسطين، طريقة غير طبيعية تحتاج إلى توفر عناصر غير طبيعية إلى مدة طويلة جدا. أي انتكاسة في أحد هذه العناصر يؤدي إلى
زوال المشروع. وفقا إلى الكتاب هذا المشروع منتهي، وفقا أيضا إلى التحليل الكتاب يعني القرآن، وفقا إلى التحليل السياسي المنطقي، من الصعب جدا أن تحافظ على كيان مزروع بطريقة غير طبيعية في ظل محيط رافض إلى هذا الكيان، ما في إمكانية الحفاظ على هذا الموضوع. البلاد العربية والإسلامية تعيش حالة من الضعف من أكثر من 4 قرون، وهي مستمرة في هذه الحالة، ولكن تململ العالم الإسلامي، ثورة هناك، تقدم في بلد، رجوع بلد إلى الرؤية الإسلامية، ولا تحتضن بعد ذلك القضية الفلسطينية بشكل صادق، تغير أنظمة وثورات، كل هذه مهددات إلى هذا الكيان، كل هذه مهددات إلى هذه الكيان. المحور الثاني من حديثنا في بلاد الربيع العربي أيضا، نتوقع أن يسود إرباك في بلاد الربيع العربي أو الثورات العربية. يعود هذا الإرباك أساسا إلى أن الأنظمة التي كانت سائدة عملت على تدمير بنية المجتمع ولم تجعل فيه أي مؤسسات مستقرة. كل المؤسسات الموجودة في بلادنا هي مؤسسات تعمل ليست على خدمة المجتمع بقدر ما تعمل على خدمة السلطة، حتى ما يصدق عليها النظام. النظام شيء كلمة إيجابية، أجهزة تعمل على خدمة السلطة، أجهزة القضائية تعمل على خدمة السلطة، الأجهزة الأمنية تعمل على خدمة السلطة، الأجهزة الإعلامية تعمل على خدمة السلطة، ولذا بطريقة وبأخرى هذه الأجهزة تتعرض إلى أحيانا يجي قرار بأن هذا الجيش لازم ينحل. الآن صحيح القرار أو خطأ، بس ليش تضطر إلى مثل هذا؟ لأنك تشعر بأن هذا الجيش ما له علاقة بالعراق، تشعر بأن كل جهاز الأمن ما له علاقة بحماية العراق وإنما حماية النظام البعثي. لماذا لا أحد يبكي على أن الجيش الليبي انتهى؟ لأنه جيش شخص. هناك بعض الاستثناءات وبدرجة مشوشة أن الجيش التونسي والجيش المصري هما جيش فيه نسبة عالية من الوطنية، وهذه الحالة مشوشة. لذا الأنظمة السابقة عملت على تدمير المجتمع، ما بنت المجتمع، عملت دائما على أن يكون كل شيء بيد مجموعة محدودة تمارس السلطة. دائما هذه المجموعات في النظام الدكتاتوري تتقلص بحيث تكون القرارات والإدارة الحقيقية في أيدي فرد أو مجموعة أفراد محدودين، بقية الناس ما تمارس سلطة حقيقية. لما ينهار هذا ينهار بقية المنظومة. لماذا تنهار منظومة؟ لأن شخص زاح، لأن المنظومة كلها ارتبطت بالشخص ودارت حوله وأصبحت في خدمته. هذه التحديات التي نتجت من إسقاط رموز الأنظمة والأشخاص في الأنظمة وغياب بعض المؤسسات تحتاج إلى حالة من الإبداع، وتحتاج حالة من الانفتاح والابتكار السياسي الاجتماعي للخروج بحلول تتناسب مع التحديات. وبلادنا إشكال هذا ليس بأقل أهمية أو صعوبة من إسقاط النظام نفسه، ليست بأقل أهمية ولا صعوبة من إسقاط النظام نفسه، وتحتاج إلى أفق وطني للقائمين على أمر الإدارة السياسية في هذه البلدان، بحيث يكون عندهم احتضان إلى الشعوب بأكملها. ذكرنا مجموعة أسس مرة فيما يتعلق بالثورات العربية، تقريبا 6-7 أسس رئيسية: الحرية،
احترام حقوق الإنسان، احترام القانون، احترام التعددية، عدم استخدام القوة ضد بعضنا بعض، أسس يمكن أن يبني عليها، أسس مستقرة في البلاد الديمقراطية، أسس مستقرة سيادة الشعب، أسس مستقرة ليست من الصعب البحث عنها والحصول عليها. والتخلي عن الشعور والحساسية المذهبية الدينية العرقية في هذه البلاد، وعدم التكتل على أساسها، وعدم صياغة الواقع السياسي على أساسها. الابتعاد عن أخطاء الماضي التي تلوح في بعض البلدان، وأهم خطأ ارتكبته السلطات في العقود الماضية هو استخدام الاستبداد والديكتاتورية وأدوات القمع فيما يدعى معالجة أو لتحقيق الاستقرار، وهي أكبر مشاكلنا وأكبر الأسباب التي أدت إلى عدم الاستقرار. بدل أن يكون هناك الاحتكام إلى العقل، إلى المنطق، إلى الإرادة الشعبية، يكون الاحتكام إلى الجيش وإلى أجهزة الاستخبارات وإلى الأمن. هذا لا يمكن أن ينتج مجتمع مستقر. هذا لا يمكن أن ينتج مجتمع مستقر. وهذه أحد التحديات. كيف تملك أدوات قمع، جيش، شرطة، أجهزة استخبارات وأدوات ضغط اقتصادية، وكيف لا تستخدمها ضد خصومك؟ هني تبدأ تنشأ الدولة. إذا استسلمت إلى هذا المغرى أن عندي جيش، ليش أسمح لناس يعتصمون في دوار أو في شارع أو في مكان؟ أقمعهم بالجيش والاستخبارات، هي إغراء القوة. بس هذا إغراء القوة هو الذي أنتج الدولة الدكتاتورية والبوليسية غير المنتجة والتي ثارت عليها الشعوب العربية. الآن تدفع بمبررات هنا وهناك، بس هي الفكرة الرئيسية. لحد الآن يبدو النظام العراقي على كل المشاكل التي يمكن أن تدعى هو الذي يصبر على الاعتصامات أكثر من غيره. يبدو لحد الآن، ما أعرف بعد بكرة وإيش بيصير، ولكن يزعجني هذا التململ المصري في حكومة ثورة 30 يوليو وضيقها من اعتصام الإخوان واعتصام التيارات المعارضة لهذه الثورة والتي تسمي انقلاب وغياب للشرعية. هي من حقها أن تسميها، هذه قراءتها السياسية، ومن حقها أن تعارض بطريقة سلمية. إذا في إرهاب في سيناء، إذا في تفجيرات في سيناء، إذا في هذا موضوع آخر، أي من كان موجود في السلطة عليه أن يعمل على منع هذا الأمر. أما الاعتصامات السلمية والمعارضة هذه يجب أن تبقى مفتوحة، وإلا نعود إلى الدائرة من جديد. ماذا فعل النظام من 52؟ حرب مع الإخوان ومع التيارات الدينية ومع التيارات الشيوعية، وبعدين مع التيارات كلها، إلى لحظة الاستفراد بمصر من خلال الحزب الحاكم. نريد نعود إلى هذه الطريقة؟ ما يمكن. تحديات هذه المرحلة أن تصبر على هذا. هذه واحدة من يعني أسس بناء الدولة وصعوبتها. الأجهزة الأمنية تغريك بأنك تعال حل مشكلة ناس ما تصمين، حلها بالقوة، ادفع بالجيش حتى تفضل شو اسمه. هذا ما يحل الموضوع. في أنظمة غربية تواجه تحديات، أو أنظمة خلني أسميها بشكل أكثر، أنظمة ديمقراطية تواجه تحديات، وهذه التحديات أحيانا يثيرها قطاعات معينة عمالية عرقية، قطاعات من شعوب عندها مطالب معينة، مجموعات سياسية. الذي يثبت الدولة الحديثة والديمقراطية أن لا تلجأ السلطة إلى القمع لهذه التحديات. وآخر اللعبة
نروح نحتكم إلى الإرادة الشعبية إذا استعصى عملية الحل. نروح نحتكم إلى الإرادة الشعبية ولا نحتكم إلى الدبابة ولا نحتكم إلى فوهات البنادق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والنماء الاقتصادي إلى كل هذه البلاد، تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سوريا، العراق وسائر البلاد العربية والإسلامية وغير العربية وغير الإسلامية. على مدى أكثر من 10 سنوات حديث في العراق، على مدى أكثر من 10 سنوات لم تتوقف السيارات المفخخة في الانفجار، ليس في القوات المحتلة ولا حتى في القوات النظامية العراقية، وإنما لم تتوقف السيارات والأحزمة الناسفة وغيرها من أدوات التفجير، لم تتوقف في الانفجار في الأسواق، في الشوارع، في الكنائس، في المساجد، في الحسينيات. وكل هذه العناوين تعطي مؤشر لا لبس فيه بأن هنا انحراف بلا حدود. هناك جدل، هل يجوز أن تقوم بعملية استشهادية في قبال المحتل؟ وتذكرون الجدل الذي أثارت مراكز إسلامية على العمليات الاستشهادية في فلسطين لمواجهة المحتل الإسرائيلي؟ تذكروا طلعت فتاوي من الأزهر وفتاوي في المراكز الإسلامية تثير اللغط والشك وأحيانا الحرمة على هذه التفجيرات أو على هذه العمليات؟ وها هو العراق، وكم العمليات اللي صارت حتى صار تحركت المراكز الدينية حتى تثير اللغط والتشويش والحرمة أحيانا؟ لم تتردد في الحرمة عندما كان الانفجار في منطقة سكنية أو في إطار مدني، أثارت اللغط حتى على واحد يفجر نفسه في المحتل. بعد ذلك طبعا لما وصلت إلى مسألة انفجار في مكان أو في باص أو في شسمة قبت الفتاوي بالحرمة. وها هو العراق ينزف 10 سنوات 3,000 قتيل من المدنيين غالبيتهم في الأشهر الأخيرة في هذه السنة، 700 إلى قبل 4 أيام في هالشهر، كل يوم 10 سيارات وخمس سيارات. ما تحتاج أنت مو تبحث عن عمل عسكري، مو تبحث عن هدف عسكري. السلاح في العراق والمواد المتفجرة في العراق مليان، وأنت حطها وحطها في أي مكان، يعني ما هي بطولة ولا هي صعوبة. في ظل ضعف في أجهزة الأمن لأسباب مختلفة ونزاع سياسي مستمر، عمل جبان. تقول عمل بطولي، عمل جبان. ولكن مع شديد الأسف لا تجد فتاوي تقول بأن ما يحدث في العراق محرم ويناقض الإسلام والفطرة والإنسانية. كل انفجار يؤشر إلى مشروع قادة بعض الأفكار الدينية وأفكار غير دينية. ما يحدث في العراق وفي غيرها مو فقط الدينيين مسؤولين عنه، ولكن مشروع لا يؤشر إلا إلى الموت وإلى الدمار. ما في شيء، ما في شيء. في ناس سياسيين يختلفون عندهم مشروع سياسي، في دعوة الشريعة الإسلامية أحيانا، في دعوة مني، ولكن ما تجد إلا أصول ولا تأصيل ولا ممارسة. حتى في الأراضي والمناطق التي تخضع لسيطرة هذه المجموعات
يتحول مشروع الموت والعقاب والدمار وإيقاف حياة المجتمع إلى الأساس. عندما خضعت أفغانستان إلى هذه الرؤية كانوا يشوفون الميت، يقيسون لحية الميت، طافت أربعة، إذا ما طافت يجلدونه. الآن حادثة يمكن فريدة لكن مؤشر. هذا مشروع حياة؟ هذا مشروع حياة اللي حرم المرأة من التعليم؟ مشروع موت قبل أن يصل إلى السلطة يجر ويقتل وكذا، وإذا وصل للسلطة فتح الجلد وفتح القتل وفتح الهيروين وفتح وين هالمشروع؟ هاي يسمى مشروع؟ المناطق التي خضعت في العراق أو في سوريا أو في غيرها من المناطق في اليمن إلى هذه المجموعات، سرعان ما كفر الناس بهذه المجموعات. على رغم من كل ذلك وعلى رغم من هذا النزف، إلا أن العراق على ما يقال فيه من ملاحظات يبقى العراق قوي وعظيم في مواجهته، يبقى العراق قوي وعظيم في مواجهته. جزء من القوة والإيجابية أن هذه التفجيرات الموجهة في الغالب إلى اتجاه معين سياسي ومذهبي، أن لم يقم هذا الاتجاه بالرد عليها بنفس الأساليب. ما هي العملية أن يفجر سيارة في بغداد أو الحلة أن تفجر سيارة في كركوك أو في الموصل؟ هذا إيجابية، أن تضبط نفسك وتتحمل من أجل بناء العراق. في تفاصيل، في أخطاء، في مشاكل، ولكن أن لا ترد هذه الرسائل برسائل وسخة مثلها. العراق على ما فيه هو البلد موجود في المنطقة الذي يخلو من القواعد العسكرية. أكلوا العراقيين الأنظمة والفتاوي والشسمة، أكلوا العراقيين. العراقيين يرحبون بالاحتلال، العراقيين يضمون الاحتلال، العراقيين فتحوا، العراقيين لا 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 لا. هو يتكلم على رأس الطيارات الأمريكية والطيارات الغربية تطير وتطلع من قواعده، وما في بلد إلا فيه 4-5 قواعد، وهم سبب في العراقيين تحت نظام ديكتاتوري حاربوه هم في أكثر من موقع، وهيئوا دخول القوات الأمريكية والدولية للعراق، وبعدين اللوم على العراق، وسائل الإعلام تشتغل على العراقيين. العراق هم البلد اللي قال للمحتل بعد 10 سنوات مع السلامة، بينما كل هذه الدول تعشعش فيها قواعد لمدة 80 سنة. نسأل الله للعراق كما لسائر البلدان الاستقرار وتجاوز هذه المحنة، وخلق عراق ديمقراطي موحد يضم أبناء من المسلمين وغير المسلمين، من الكرد والعرب، من السنة والشيعة والصابئة، وكل مكونات الشعب العراقي دون انتقاص من حقوق أي طرف من الأطراف. القانون فكرة لتنظيم حياة الناس، لمنع التعدي فيما بينهم، لضبط الإيقاع، حتى إذا كان في أحد شاذ عن الفطرة في حب الخير للآخرين، إذا في أحد ضعيف نفس أمام ممتلكات الآخرين يتعدى عليها، جت فكرة القانون من أجل ضبط هذه العملية، لينعم المجتمع بمزيد من الأمن والاستقرار. ينبع القانون إذا كانت نظرية دينية من هذه النظرية الدينية، فالذين يؤسسون دولتهم على أساس أن احنا يهود يروحون للقوانين اليهودية، أو على أساس أنهم مسيحيين يروحون يشوفون القوانين المسيحية، أو على أساس أنهم مسلمين يشوفون القوانين الإسلامية،
ويقولون هذه قوانين تنبع من هذا المصدر، ويقومون في اجتهادهم بأن هذه القوانين الإسلامية، يصيبون يخطئون هذا موضوع ثاني. الذين احتكموا إلى الحالة الشعبية أن الشعب مصدر السلطات، يأسسون قوانينهم على أساس الغالبية الشعبية وينظمون قوانينهم على أساس الغالبية الشعبية. ما يريد الشعب من قانون يروحون يسنونه عن طريق المؤسسات التشريعية. في دولنا الإسلامية الآن صار الموضوع مختلط بين الشريعة وبين القوانين الفرنسية أو القوانين الإنسانية اللي أصبحت أطر إنسانية عامة، وخرج نوع من القوانين المختلطة. القانون يتبع الإرادة الشعبية التي تكون المجتمع، وفق أيضا قواعد وأسس أصبحت يحددها المجتمع الدولي، منها حقوق الإنسان، ما يصير التعدي على حق الحياة، فما يصير للقانون جيب قانون تتعدى على حق الحياة للآخرين. حتى المجتمع قاعد يتجه اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام بالمطلق حتى وإن كانت ارتكبت جرائم كبرى ضد الإنسان. توجه موجود، شو الفكرة؟ الحفاظ على حق الحياة. الآن بعد الجدل لأن كان الخطأ وما شابه ذلك، بس أكيد حق الحياة مو إلى الآن الجدل، إلى أنه إذا كان واحد قتل وكذا، ولا هو الناس اللي تدافع عن فكرة استمرار عقوبة الإعدام، أما من منطلق ديني أو من منطلق بشري تقول لازم وما شابه ذلك وردع وكذا، بس حق الحياة إلى الناس الذين لم يرتكبوا جرائم ولم تهدد حياة الآخرين، هذا حق الحياة. يعني متظاهر قاعد يشاوط في الشوارع، من قال لك أنه إذا خالف، لو خالف أنه يجوز لك تقتله؟ يقول حق الحياة ممنوع تستغل الحياة، ما يجوز لك تقتله، مو مبرر تقتله أنه الظاهر، حتى لو سميت أنت بقانونك هذا التظاهر غير مختار عنه وغير مرخص، ما يصير تجرحه، ما يصير تستخدم القوة المفرطة تجاهه. في أصل ما يجوز تقمعه، ولما تقمعه بعد في درجات، ما يجوز تقتله، ما يجوز تجرحه، ما يجوز تستخدم القوة المفرطة. فالقانون الدولي يحط حدود، ما في واحد يقعد اليوم في دولته ويقول هذا قانوني، شو قانونك؟ قال والله اللي يطلع يشرد من الجيش أقص أدونه صدام حسين، تعال هذا قوانين قرقوش، هذه قوانين قرقوش، قوانين التي تصدر بهذه الرؤية هي قوانين قرقوشية في أي بلد. قانون يصدر إلى الفكرة الرئيسية اللي تكلمنا عنها، تنظيم حياة الناس لمنع الاعتداء ولسيادة الأمن فيما بينهم، وتصدر من إرادتهم حتى يكون القانون إلى شرعيته. مو صدام حسين قالوا لي ما في قانون، واحد فراغي ما يعرف صدام حسين قاضي أو سياسي أو شيء، قال يابا شو القانون؟ ورقة يوقع عليها صدام حسين، يابا جيبه وقع. صدام حسين وقع على الورقة، قصص أداين الناس ويسب لعنهم، صار قانون؟ صار إلى قيمة القانون؟ وإلا هي مجرد إجراءات قرقوشية ومجرد بطش. هتلر سوى قوانين على أساس العرق، قوانين هتلرية نازية، سميها قوانين ما لها علاقة بالقانون. يجب أن تنبع القوانين من إرادة الشعب، وهنا النظرية الديمقراطية أحد عيوبها، والنظرية الإسلامية مشكلتها أنها ستكون ادعاء قانون شرعي، بس العلم عند الله هذا القانون شرعي لو مو شرعي. مشكلة الإسلاميين في الاجتهاد قد لا يقود إلى الإرادة الإلهية، ومعها التفسيرات الإسلامية الواسعة الطيف، الواسعة الطيف التي تبيح القتل على كلمة، والتي تحتضن الرحمة إلى قاتل. تفسير الإسلام صاير هالنمونة،
في القوانين الوضعية تخطئ القوانين الوضعية التي تفرز من إرادة مجتمعية، ولكن أخطاءها أقل بكثير من الأخطاء التي تنتج من الدكتاتورية، من ما يسمى بقوانين الدكتاتورية، ويعاد تصحيحها باستمرار لأنها خاضعة إلى الإرادة الشعبية العامة. ما تقدر تستقر من يجي قانون ظالم أعوج غير متسق. صحيح ساعات يستمر سنة سنتين ثلاث أربع عشر ثم يعاد تعديله. فأصبحت القوانين الدولية والمعاهدات محددة للقوانين المحلية حتى لو لم تكن الدولة موقعة عليها، يعني دولة ما دخلت في الأمم المتحدة، ما دخلت في الأمم المتحدة، يصير تجي تقول والله اللي يكتب مقال على الملك أو على رئيس وزراء أو على أمير أو على رئيس الجمهورية يعدم، يقول لنا تعال كيف تعدم، شنو تعدم واحد لأنه كتب عليك مقال، أو تسجن واحد خمس سنوات لأنه مس بالذات الملكية أو الذات الأميرية أو الذات الجمهورية أو الذات الشسمة، ما حد يقبل من عندك. فما بالك إذا أنت في الأمم المتحدة وموقع على اتفاقيات تنظم مساحة كبيرة من قوانين الحرية وحقوق الإنسان والمعاهدات. المجتمع الدولي شو يقول لك؟ المجتمع الدولي يقول إلى البحرين أن القوانين الموجودة يجب تغييرها. بسيوني، منظمة العفو الدولية، توصيات جنيف، توصيات التي تصدر في لحظة التوقيع على هذه الاتفاقيات، كل الناس اللي جاءوا زاروا البحرين لهم علاقية بالاتفاقيات الدولية، هذه توصياتهم: يجب إعادة صناعة قوانين البحرين بما يتماشى مع المواثيق والمعاهدات الدولية، قوانينكم القائمة لا تتماشى مع هذه. هذا خلاصة التقرير بسيوني. بسيوني عندما إجا حط أول أوراقه، في ناس يعني من نتيجة الواحد يحترم نفسه حتى لو يريد يجام النظام، بس في مساحة معينة قال أرجع إلى القانون المحلي وأرجع إلى القانون الدولي. إذا القانون المحلي طايح حظ ما بلتزم فيه، وأنا أقيس في انتهاكات لو ما في انتهاكات. القانون المحلي يقول اللي قمع الدوار وقتل الناس هذا مشروع. كيف مشروع؟ قال لكم موجود في القانون. أي قانون؟ قال لا لا لا، هذا ممنوع، وهذا استخدام مفرط للقوة، وهؤلاء يجب محاكمتهم. يقول احنا طلعنا بالقانون، طلعوا بيان ودعوا بيان. شو يقول بسيوني؟ وش يقول جنيف؟ توصيات جنيف تقول لا اعتبار بهذا الذي ادعيتموه من القانون، مكتوب منصوص هذا لا اعتبار إلى توجه. القوانين الجديدة هي لزيادة ما هو موجود من تشدد مرفوض من المجتمع الدولي، وسرعان ما عبرت، وستأتي مزيد من التعبيرات، أمنستي انترناشنال بالأمس، هيومان رايت ووتش، أن القوانين الموجودة في حد ذاتها هي تضيق على حرية التعبير وممارسة العمل السياسي، وأن التطبيق المجتزأ إلى القوانين الحالية اللي فيها عبارات فضفاضة تم استخدامها لقمع الحريات. هاي خلاصة رأي المجتمع الدولي. أعود إلى فكرة، هل فادت قوانين صدام حسين؟ الورقة اللي وقع عليها في منع انهيار صدام حسين ما فادت، وهذه حالة نمطية، ليس صدام حسين فقط، لا صدام حسين نظام عشناه احنا وشفناه، كل الأنظمة الدكتاتورية، كل الأنظمة الدكتاتورية. في شيء اسمه قانون الطوارئ في مصر من 52، كل يوم يجددونه، كل يوم يجددونه، كل يوم يجددونه، انهار، وانهار معه النظام الدكتاتوري في مصر، وسينهار أي نظام. وهذه حالة نمطية، واحد يزهو ببعض القوانين التي يشرعها بطريقة غير قانونية، بس هاي حالة نمطية كل الدنيا. يعني إذا جيت واحد قاعد صافن
من هالناس اللي خاضوا النضال أو اطلعوا على نضالات الشعوب، وقلت له والله تعال تعال أكو في البحرين طلعوا لنا قوانين جديدة، تقول جديدة على بعد تسوونها كل الأنظمة الاستبدادية لمنع الديمقراطية، مو شيء جديد يعني، لا تستغرب. ولم تؤدي في كل الدول الديمقراطية، في كل الدول التي تحولت إلى الديمقراطية إن هذه توقف، ما توقف. والآن أصبحت فعاليتها تتآكل في الأزمان الغابرة عقود غابرة كان إلها قيمة أكثر، لا قيمة ردعية، لا قيمة تخويف، لا قيمة شسمة، لا قيمة سمعة القانون. الآن هينهار، الآن أي واحد خايع يسمع، مو كل يوم تسمعون، مو كل يوم تسمعون كيري يصرح، أوباما يصرح، ما أدري من هو يصرح، نافي بيلاي يصرح، أمين العام للأمم المتحدة يصرح يجب الحفاظ على حق المصريين في التظاهر. زين، حق المصريين وحق البحرينيين، فلما تجي تقول قانون يمنع التظاهر في العاصمة انت سقطت من قبل لا تتكلم، من قبل لا تتكلم تفتح فمك في أي مكان انت ساقط، لأن الدنيا كلها أول ما حد يعرف أن هذا حق. قبل 50 سنة ما حد يتكلم يقول والله حق الشعوب تتظاهر، قصة ثقافية فكرية عند الناس اللي يكتبون المعاهدات الدولية في الغرف المغلقة. اليوم كل الناس في كل مكان تعرف ان حق التظاهر في العاصمة حق مشروع، واذا التظاهر في العاصمة مو حق مشروع وين يتظاهرون؟ ما له طعم يعني، ما له طعم. ساعات الناس تسوي اشياء بايخة فاتشة. موقف المعارضة من العنف والأساليب العنفية واضح، هي رفض هذه الأساليب والتأكيد على الأساليب السلمية والدعوة لها والتمسك بها. وموقف المعارضة والشعب أكثر وضوح نتيجة لإيمانه بعدالة قضيته، أنه لن يتوقف وسيستمر بالرغم من كل القوانين غير المنسجمة مع روح القانون وغير المنسجمة مع المواثيق والمعاهدات الدولية وغير المنسجمة مع حقوق الإنسان، ستستمر. جائزة الشهور في السنة هي شهر رمضان، وجائزة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يفتح كتاب الحسنات للتسجيل بلا حدود وبلا حسابات منطقية. الحسنة بمثلها كرمنا إحنا لنبي الله، قال لا الحسنة بعشر أمثالها، أوجد فضل سنبلة. هني في شهر رمضان يفتح الباب بطريقة غير طبيعية، يقول آية من الكتاب تساوي ختمة، والختمة إلها هالقد شو اسمه صدقة هالقد تضاعف، النوم الأنفاس واحد يبغى يغشك في الامتحان يسوون لجان خاصة يبون يغششون ناس معينين أما حتى ينجحونهم لأنهم قدراتهم العقلية محدودة، أو الحين طالع نموذج جديد في مدارسنا يجيبون لجان خاصة إلى المتفوقين. ويش قال؟ نبغى نطلع من هالمدرسة نبغى نطلع الأول على البحرين، أو نبغى نطلع المتفوق، أو نبغى نطلع كذا، فيجيبونه في لجنة خاصة وهو متفوق، فإذا عنده بعد مشكلة في نص سؤال يحلونها إليه. هذا الله يسوي لنا كذي في شهر رمضان، الطالح والصالح والطالح، ها؟ يفتح باب التوبة حتى يقول أزيل كل اللي طاف، أمي بس لحظة صدق، ها؟ أمي لحظة صدق، أمي لحظة يعني خلوص لله سبحانه وتعالى، وبعدين أكتب أكتب أكتب، ولا أكتبه ما أشيله إلا إذا أشركتون، إلا إذا أشركتون. أجازيكم على الجوع وعلى العطش، أجازيكم على يعني أي شيء بسيط، إذا أشركت يحبط عملك، إلا إذا أشركتون. وذيك البقية اللي سوينا يقول مع صدق النية أزيله. بعدين جاب لنا شيء سماه ليلة القدر، وقال هذه الليلة شوف هاي الشهر العظيم اللي كله من أول هذه الخطبة
لرسول الله فاتحة في كل الشهر، يجي يقول ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني الآية كم تتحول؟ هي في شهر رمضان بروحها ختمة، في ليلة القدر كم ختمة؟ آية مضروبة في ختمة مضروبة في 1000. افتحها سبها. ويأتي الله سبحانه وتعالى بهذا المنطق إلى ليلة العيد ويقول شوفوا قد غفرت واعتقت من النار في شهر رمضان، في السنة هاي كلها وفي شهر رمضان ليلة العيد أنا فاتح باب المغفرة والعتق من النار إلى نفس هذا العدد اللي غفرت إلى في كل السنة وفي كل شهر رمضان. يعني وش بيقول؟ بيقول يا عبادي تعالوا دخلوا جنتي، لا تطلعوا من هذا الشهر وأنتم تعالوا دخلوا الجنة. قول ما مراجع، تقول ما شو اسمه، يقول تعال هي ليلة خلص فيها لله سبحانه وتعالى، قطع فيها لله سبحانه وتعالى. زكاة الفطرة أيها الأحبة من وقت غروب ليلة العيد، والمرجح والله العالم أن تكون ليلة الجمعة ليلة العيد، قد تكون ليلة الخميس وليلة الجمعة. من ليلة الخميس راح يكون في استهلال، والمرجح بأنه ضيق الوقت يترك هذا إلى مسألة الاستهلال وطريقة تحديد الهلال. ولكن زكاة الفطرة منذ أن يعني يثبت العيد من الغروب حتى صلاة العيد، وإذا واحد ما تكاسل وما صلى صلاة العيد حتى الزوال تستمر حتى الزوال، هذا وقتها بعدين يعني تصير نوع القضاء. مقدارها بحسب الأجناس من الطحين إلى الرز إلى اللحم إلى هذه الأشياء، الزبيب معتادة أكلها في البلدان. يعني في البحرين شفت لبعض المكاتب تقول من 400 فلس تبدأ زكاة الفطرة. الواحد لا يشدد على نفسه، ولكن كل ما استطاع أن يوسع على الفقراء ولا يضيق على نفسه، ولكن إذا استطاع أن يوسع على الفقراء فتصل إلى 6 دينار. شفت بعض الأرقام تقدرون تشوفونها الآن من مجلس العلماء من بعض المكاتب إلى الفقهاء. في حال ما كان العيد الجمعة إن شاء الله لن تكون هناك كلمة في الأسبوع القادم، سيكون فقط صلاة بناء على عدم الجمع بين صلاة العيد وصلاة الجمعة في نفس اليوم. احنا ما نصلي جمعة، نصلي جماعة، فاقتداء بس. أسألكم الدعاء أيها الأحبة فيما تبقى من هذه الليالي الشريفة من شهر رمضان، دعوة من قلوبكم الصادقة ومن لسانكم الذي أسأل الله أن لا يكون قد أذنبت عبره، دعوة لهذا العبد الفقير في أن يخلصه الله سبحانه وتعالى من النار وأن يسدده لما يحب ويرضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والهدى. فر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.